السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلوى بسيطة وسريعة اللي كتكون من بقايا دوا الكيك. عندي هنايا بقايا دوا الكيك، هانتو معايا كأس ديال السكر الخشن أي سنيدة، نصف كأس ديال الماء، عندي معلقة صغيرة ديال قشرة الحامض أي الليمون. هاد المقادير هادو المقادير ديال السيرو اللي غنجمعو به الكيك ديالنا. دابا غندوع على بركة الله، غنحضرو السيرو. أنا وضعت سنيدة في كاسورلة، غنضيف عليها قشرة الحامض، غنضيف عليها نصف كأس ديال الماء اللي عندي، ونوضع هاد الخليط فوق النار. هانتوما كيما كتلاحظو معايا، هاو السيرو بدا تيغلي، غنخليه فوق النار على نار مهيلة 10 دقايق، من بعدها نزولو من فوق النار. هاو السيرو ديالنا من بعد ما زولتو من فوق النار كيفاش يولي الكيك. جزأتو لقطع صغيرة، فرتتو هكايا بيديا. دابا غنجمعو بالسيرو. دابا ننتقل لمرحلة أخرى، غنزين فيها الكويرات ديال الكيك اللي حضرناه. للتزيين غنحتاج عندي هنا الشوكولاتة فيرميسيل، عندي هنايا الكوك أي جوز الهند، عندي الشوكولاتة أبيض مدوبه. هانتوما بديت كنزين، هادي درتها بالشوكولاتة فيرميسيل، وهادي كويرة درتها بالكوك. ناخد كويرة نوضعها بحال هكايا في الشوكولاتة، كتعطي الخبطة تحيد منها الزائد ديال الشوكولاط. هاد الشوكولاط نوضعها هنايا، بحال هاد الشكل هذا. هانتو معايا، ونقعها على جنب. نفس العملية كنديرها في الشوكولاتة فيرميسيل، نمدحها بهذا الشكل، نلصق عليها الشوكولاتة. على هاد الشكل هانتو معايا، كنبقى ندير نفس العملية تنكمل كاع الكويرات ديال الكيك اللي عندي. هي الحلوة اللي حضرناها اليوم في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الفكرة تنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم والأصدقاء، وإلى اللقاء في وصفة أخرى وفكرة جديدة.